وينضم إلينا الآن من غزة دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أهلا بك معنا على شاشة الغد. هل نتحدث في البداية عن تحديث لأرقام أيضا الشهداء وأيضا الجرحى وأيضا عن الوضع الصحي المنهار في قطاع غزة حتى الآن؟ نعم، في اليوم 30 لحرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي يصر على مسح قطاع غزة ويغيبه بالكامل، والذي بات من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتطلع إلى اسمه بالأرقام القياسية في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام سمع وبصر العالم، بل هو بصمت العالم على هذه المجازر. لذلك نحن ندعو موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمنح الاحتلال الإسرائيلي الرقم القياسي في الكم الهائل من المجازر التي ارتكبها بحق أهلنا وعوائلنا، والرقم القياسي في قتل الأطفال، والرقم القياسي في قتل النساء، والرقم القياسي في استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والخدماتية، والرقم القياسي في قتل الطواقم الطبية والصحفية، والرقم القياسي في تدمير سيارات الإسعاف، والرقم القياسي في كمية القنابل التي ألقاها ويلقيها على 360 كيلومتر مربع يحاصره منذ 17 سنة ويعزله عن العالم، ويغتال الحقوق العلاجية والمعاشية ل 2,300,000 نسمة في قطاع غزة، ويشرد منهم 1.5 مليون نسمة في أماكن النزوح في المستشفيات والمدارس والشوارع، وكذلك الرقم القياسي في نسف مئات آلاف الوحدات السكنية والخدماتية، حتى بلغت ذروة هذا الإجرام اليوم باقتراح ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي المتطرف أمام العالم بأسره بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لمحوه بالكامل بكل ما فيه حتى جنوده المأسورين. الآن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية ارتكب 24 مجزرة راح ضحيتها 243 شهيدا، ومجزرة المغازي لوحدها راح ضحيتها 47 شهيدا وعشرات الإصابات، ولا زال عدد من الضحايا تحت العقاب تحاول الطواقم المختصة انتشارهم، وبالتالي هذا العدد سيزيد خلال الساعات الماضية القادمة، إضافة إلى ارتفاع المجازر بحق العوائل الفلسطينية، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1031 مجزرة بحق العائلات التي أبيدت عن ذكرى أبيها، ليرتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 9770 شهيدا، منهم 4008 أطفال و2550 سيدة و596 مسن، وإصابة 24808 بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الماضي. رصدنا أن 70% من ضحايا العدوان كانوا من الأطفال والنساء، إضافة إلى أننا لازلنا نتلقى بلاغات عن مفقودين تحت الأنقاض، وصلنا 2260 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1270 طفلا لا زالوا تحت ركام البيوت المهدمة على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى استشهاد 175 كادرا صحيا وتدمير 31 سيارة إسعاف واستهداف 110 مؤسسة صحية وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 32 مركز للرعاية الأولية خرجت عن الخدمة جراء الاستهداف وعدم إدخال الوقود. اليوم وبعد 30 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستشفيات قطاع غزة باتت عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة لجرح العدوان الإسرائيلي بسبب قطع الإمدادات الطبية والوقود. صحيح أن بعد الطاقات الاستيعابية لبعض المستشفيات وصلت إلى 200% في ظل غياب كما ذكرت حضرتك المستهلكات الطبية وأيضا الوقود، إلى أي مدى يمكن لهذه المستشفيات القليلة التي لا زالت تعمل الآن، إلى أي مدى يمكنها تقديم الخدمات للجرحى والمصابين؟ نحن اليوم وصلنا إلى ذروة انهيار المنظومة الصحية، المنظومة الصحية أمام ساعات حرجة بخروج مزيد من المستشفيات الرئيسية عن الخدمة بسبب عدم دخول الوقود حتى اللحظة إلى كبرى مستشفيات شمال قطاع غزة، وهو مجمع الشفاء الطبي الأكبر على مستوى فلسطين، ومستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان، وهذه المستشفيات تشكل عصب الخدمة الصحية، فإذا لم يتوفر لها الوقود وكذلك عدم الإمدادات الطبية فإن الساعات القادمة ستكون حرجة، لا يتم توفير أي خدمة صحية الآن لجرح العدوان الإسرائيلي، المستشفيات باتت عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة لعدم توفر الإمكانيات الدوائية فيها، والاحتلال الإسرائيلي لا زال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية التي تلائم احتياجات
خاصة الصحة ومستشفياتها، وكذلك أيضا لا زال الاحتلال يتعنت في إدخال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة ويصر على عدم إدخاله بكل تبجح أمام العالم بأسره، إضافة إلى أننا اليوم لليوم الثالث على التوالي لا نستطيع إخراج الجرحى باتجاه جمهورية مصر العربية، لهذا الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه الإسعافات بشكل مركز، وبالتالي نحن نحتاج إلى توفير ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية وضمان خروج الجرحى والمرضى إلى أشرف. خارج قطاع غزة. تتحدث على نوع من المستلزمات الطبية التي أنتم بحاجة إليها في المستشفيات من أجل إسعاف الجرحى. طيب هنا دكتور أشرف، هل قوات الاحتلال الآن هي من تحدد نوع المستلزمات الطبية والمستهلكات التي ستدخل إلى القطاع؟ بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتحكم في آلية ونوعية الاحتياجات التي تدخل إلى قطاع غزة. حتى اللحظة كل ما دخل إلى قطاع غزة من شاحنات رغم محدوديتها إلا أنها لم تلامس احتياجاتنا الطبية في أقسام الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات، رغم أننا أرسلنا هذه القوائم بالاحتياجات في أكثر من 400 صنف إلى المؤسسات الدولية المطلعة على الشأن الصحي، ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والأوتشا ومنظمة الصحة العالمية، والتي أبلغتنا أنها قد أوصلت كل الاحتياجات اللازمة لمستشفيات قطاع غزة وفق هذه القوائم إلى هذه القافلة، وهي الآن موجودة في الجانب المصري من معبر رفح البري، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إدخالها بشكل مباشر، وبالتالي هو يريد إبقاء المنظومة الصحية منهارة، لا يريد لهذه المنظومة أن تقوم بوظائفها في إنقاذ حياة الجرحى، وهو يزيد في ذلك باستهداف مركز للمستشفيات وكذلك سيارات الإسعاف، ويقوم بمحاصرة هذه المستشفيات بمزيد من الاستهداف لخروجها عن الخدمة. طيب دكتور أشرف، هناك حديث في بعض وسائل الإعلام على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدرس إدخال الوقود إلى قطاع غزة بكميات محدودة جدا وبإشراف الأمم المتحدة وبعض المراقبين، هل وصلتكم هذه المعلومات؟ هل تم التواصل معكم لمعرفة كم من الكميات أنتم تحتاجونها من الوقود لتشغيل المستشفيات التي خرجت عن الخدمة حتى الآن؟ يعني نحن نحتاج يوميا إلى 87 ألف لتر من السولار لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة بشكل كامل، بمعنى أننا نحتاج في ظل هذه الأوقات العصيبة إلى نحو 2,600,000 لتر من السولار لتشغيل المولدات الكهربائية على مدار الشهر، وبالتالي نحن نريد إدخال هذه الكميات من الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة حتى نستطيع أن نؤمن الخدمة الصحية لجرح العدوان الإسرائيلي بما نستطيع، وبأي طريقة لا يجب أن تدخل هذه الكميات من الوقود إلى المستشفيات. نحن ما يعنينا هو إدخال الكمية اللازمة والمناسبة لمستشفيات قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. نحن تواصلنا مع كافة المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة، الأوتشا، لنروى، الصليب الأحمر، وأبلغنا الجميع على استعداد تام للتعامل مع أي جهة لدخول هذه المساعدات وهذا الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة. طيب أنت تحدث دكتور أشرف على 2,600,000 لتر من السولار لمدة شهر لكي تعمل المستشفيات، هل هذا الرقم الذي تحتاجون إليه لعمل كل مستشفيات غزة أم نحن نتحدث على التي لازالت في الخدمة حتى الآن؟ نحن نتحدث عن كل مستشفيات قطاع غزة، نحتاج 87,000 لتر من السولار لتأمين الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع. هذه المستشفيات اليوم منذ اللحظة الأولى منذ 30 يوما وهي تعمل على المولدات الكهربائية، حيث حرم الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من الكهرباء، وحرم أيضا محطة توليد الكهرباء من الوقود لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي تعمد إبقاء المنظومة الصحية بهذا الشكل، وبالتالي نحتاج إلى هذه الكمية حتى نستطيع أن نشغل المولدات الكهربائية الرئيسية في كافة مستشفيات القطاع دون توقف. صحيح أن الطواقم الطبية اليوم استنزفت ويصعب عليهم رؤية الجرحى ولا يستطيعون تقديم طبعا الخدمات الطبية لهم. دكتور أشرف، هنا الحديث على أن أقسام الطوارئ وكل سنتيمتر في المستشفى هو مليء عن آخره، نتحدث مثلا عن مستشفى أو مجمع الشفاء الذي عين إسرائيل عليه لترغب باستهداف هذا المستشفى بأي طريقة، فبالتالي عندما نتحدث على الطاقة الاستيعابية لهذا المستشفى لدينا 150 شخص في الطوارئ في 60 سريرا فقط، فبالتالي كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟
نحن نتحدث اليوم عن أن القدرة السريرية في مستشفيات قطاع غزة رغم أننا ضاعفنا القدرة السريرية من يعني 12 سرير في العناية المركزة إلى 42 سرير وإلى 320 سرير في الجراحات إلى 600 سرير وضعفنا أيضا غرف العناية الطوارئ إلا أن العدد الذي يأتي في نعم دكتور أشرف إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور أشرف القدرة من غزة المتحدة باسم وزارة الصحة الفلسطينية. عموما شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات.